ومن ما حدث بالأمس لما سيحدث اليوم بمشيئة المولى عز وجل. النهاردة يعني هتنطلق فعاليات الموسم التثقيفي للهيئة العامة للأرصاد تحت عنوان تداعيات التغير المناخي وأثره على المجتمع. كمان النهاردة هيعقد مجلس رجال الأعمال المصري الهندي اجتماع في القاهرة وهيناقش فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، ده غير ان في ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 27 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنطلق فعاليات الموسم التثقيفي للهيئة العامة للإرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني تحت عنوان تداعيات التغير المناخي وأثره على المجتمع. الفعاليات هتستمر لحد يوم 27 سبتمبر اللي جاي، والموسم ده ضمن استعدادات وزارة الطيران المدني لقمة المناخ COP27 واللي هتقام في مدينة شرم الشيخ، وبتهدف لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة أثار التغيرات المناخية. كمان النهاردة هيعقد مجلس رجال الأعمال المصري الهندي اجتماع في القاهرة وهيناقش أهم التجارب الاستثمارية الهندية في مصر والاستثمارات المصرية بالهند، وكمان سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. النهاردة هتنطلق فعاليات المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة بتنظيم الإصدار الثاني من منتدى الطاقة المتجددة في إفريقيا، وهيكون في برنامج تدريبي مقدم من وزارة الكهرباء لنقاط الاتصال في المبادرة من الدول الإفريقية. ومصر بتستضيف هذا الحدث في إطار الدعم اللي بتقدمه للمبادرة منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأطراف COP21 في باريس عام 2015. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 27 من عمر المسابقة. هيلتقي غزل المحلة مع سيراميكا كليوباترا الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت يلتقي المصري مع إيسترن كامباني، والساعة 9 بالليل هيلتقي الاتحاد السكندري مع MP.